بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياه. والنهارده معانا موضوع يخص قانون العقارات، او قانون البناء الموحد لسنه 19 سنه رقم 119 سنه 2008، والخاص بدور ومهام اتحاد الشاغلين في العقارات. يعني كل عقار له اتحاد شاغلين، ففي بعض المهام لهم، ونتعرف على دور الاتحاد الشاغلين ده في القانون الجديد وما يجد من جديد في هذا القانون. بيشرفنا طبعا انك تكون من ضمن مشاهدينا ومتابعينا. ما تنساش لايك شير، وبنبدأ بسم الله. جاء في المادة 76 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فيما يخص اتحاد الشاغلين في العقارات، قال ايه؟ تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات، يعني تأيدهم، وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها. وبيكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبينشأ سجل خاص لقيد اتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية. وفقا للمادة بيؤشر في هذا السجل بما يرد للوحدات المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتهم والتظلمات من قرار الاتحاد واي شأن من شؤونه، مع بيان تاريخ وورودها وطريقة تسليمها، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. نص قانون البناء على ان يتولى الاتحاد اللي هو اتحاد الشاغلين العقارات او ذوي الشأن بحسب الاحوال. نص على ايه؟ نص على الحفاظ على سلامة العقار واجزائه المشتركة وملحقاته، ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري. يعني اتحاد الشاغلين ده القانون حدد مهامه يكون مسؤولين عن ايه؟ والحفاظ على سلامة العقار واجزائه المشتركة وملحقاته، ضمان صيانة العقار، ترميمه، تدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري اذا كان له طابع معماري معين، توفير الخدمات المطلوبة للعقار، اسانسير عطل، محتاج زجاج كسر مثلا، محتاج مواسير المجاري، مواسير المياه حصل فيها حاجة، بيوفر الخدمات المطلوبة للعقار. ولو في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني، له الحق انه يتعاقد مع شركات صيانة المباني المقيدة لدى الاتحاد المصري للمقاول التشييد والبناء، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يعني يحق لاتحاد الشاغلين انه يتعاقد مع شركات الصيانة والمباني، صيانة المبنى، شركات المقيدة للاتحاد، ويحق طبعا ليه ان هو مثلا يتعاقد مع الشركات المرخصة مثلا في تطهير وتنظيف مثلا العقارات وما الى ذلك. يعني نصت المادة 74 على أن يجوز لمجلس إدارة اتحاد الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيما بينها اتحاد للتنسيق في المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لمواجهتها المحلية، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يبقى المادة 74 بتقول يجوز لمجالس إدارات اتحاد الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيما بينها اتحاد. يعني إيه؟ يعني في مجمع سكني في اكتر من عماره، كل عماره عامله اتحاد شاغلين، ممكن العمارات دي واتحاد الشاغلين ده يكونهم مع بعض اتحاد شاغلين للمجمع السكني كله، للمجمع السكني كله. دي نص الماده 74. تعال نقرا مع بعض كده الماده 76 زي ما هي مكتوبه بالنص. بعد يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فيها، سواء كان مالكا او صاحب حق انتفاع او مشتريا بعقد غير مسجل او مستأجر او مستأجرا، خلاص لها، ويجوز او يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، كما يعتبر عضو باتحاد الشاغلين. احنا بنقرا هنا مالك العقار كله او بعضه ولو لم يكن من الشاغلين، فاذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه في عضوية الاتحاد، واذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه في العضوية. يعني اي حد له
ليه الحق يكون في عضو من اتحاد الشاغلين، سواء كان بيملك عقار فيها او واخده بحق انتفاع زي كافتيريا مثلا، خده حق انتفاع او اي شيء، او شاريها بعقد غير مسجل او مستاجر او واخدها اجار، او يحوزها يعني يمتلكها باي سند قانوني. طيب لو كان للعقار الواحد اكتر من صاحب او مالك لهم الحق ان يفوضوا واحد يكون عضو في اتحاد الشاغلين في العمارة دي او المبنى السكني دي. دي المادة 76 كما بالنص. المادة 74 اللي هي دي، يتولى الاتحاد اللي هو اتحاد الشاغلين الحفاظ على سلامة العقار واجزائه المشترك وملحقاته وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار والانتفاع الامثل به في الغرض الذي انشأ من اجله، وله في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني المقيدة لدى الوحدات المحلية، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ده بالنسبة لشاغلي اتحاد شاغلي العقارات. كده يبقى انت عندك معلومة عن المادة 174 والمادة 76 والخاصة بايه باتحاد الشاغلين، علشان تبقى عارف حقوقك وواجباتك لو انت ساكن وفي عقار في اتحاد الشاغلين. بتمنى طبعا في النهاية ان اكون وصلت لك معلومة ولو بسيطة، واتمنى انك تكون عملت لنا لايك شير واشتركت في قناتنا مصادر الحياة والتي تهتم بكل تأكيد بامور تهم حياتنا وهي بناء الحياة. والى ان نلقاكم نتمنى للجميع التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.